ما بعرف بعد ليل هلا ما حدا اتصل. من هلا لساعة إذا ما حدا اتصل بدي خبر الشرطة. لا 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 خيي دخيلك اوعى اوعى تخبر حدا ما بدناش عشرة. وهيك نترك جيمي ويوسف تحت رحمتهم؟ المهم بضلوا طيبين خيي، المهم بضلوا طيبين. هلا أهم شيء عندي إنهم يتصلوا. غفيت يا روحي يا ماما على هالقعدة، يا روحي يا ماما، يا رب اللي حق بيصير هيك، ابني وجوزي وخيي بنفس اليوم، ليه يا رب ليه ليه؟ أقبلت. ألو مين معي؟ أنا مدام زهران. يعني مرته ليوسف وأمه لجيمي. ممتاز، إذا بدك ابنك يرجع لك بخير وسلامة اليوم الساعة 12 بتحضري لي مليونين دولار. وجوزي؟ واحد واحد مدام. بس انتو اخدتوه اتنيناتهم بتردوا لي اياهم اتنيناتهم سوا. مش انت بتتشرطي علينا مدام، بدك ابنك يرجع لك اهلا وسهلا، ما بدك انطري مني تليفون. بس ما بعرف امتى رح ارجع تلفن لك، اوكي؟ لا خلص انا موافقه، الساعة 12 بيكونوا المصاري عندك. بنخبرك وين تسلمي المصريات بالوقت اللي ابنك بيرجع فيه على البيت. بس خليني احكي مع ابني، خليني اتاكد انه معك، بركي عم تكذب علي. اوكي. جيبوا الولد خلي امه تسلم عليه. سمع صوتك للماما. الو. يا حبيبي يا ماما. ما تخافي، انا بكره جايه. وانا لحضرتك يا حبيبي. يا تقبرني يا ماما. الو جيمي، جيمي ماما. يا الله يا حبيبي يا ماما يا الله. طيب كيف بدك تدبري 2 مليون دولار من هلا للساعة 12؟ راح اسحب كل المصاري اللي بالبنك، راح بيحكي المجوهراتي، وإذا بضل بدي مصاري راح آخذ قرض، بس بدي تصير الساعة 9 بقى. طيب ليش ما بتاخذي كاش من محلات يوسف؟ أو بتتصرفي بشوية ألماس من عنده؟ يوسف ما بيتعامل بالكاش، بعدين أختي بدي يرجع لي جوزي وابني بدون شوشرة، بدون ما حدا يعرف.